قديش؟ لا ندري. وهذه الانتكاسة وين حصلت على فكرة؟ وين حصل الطوفان؟ ما احد بدري. بزعموا هم انه في منطقة العراق، وبزعموا انه السفينة في منطقة تركيا في جبال أرارات. اثباتات ما فيش، بس التوراة اللي بتقول هالكلام. وين كانوا قوم نوح؟ مش معروف. الان القرآن الكريم بعد نوح بالذات، بعد قوم نوح تعرض لذكر قوم عاد. والعرب على فكرة الاشي قديم جدا، بتقول عنه عادي. شو بالنسبة الى ايش يعني؟ لعاد. فعاد هي من الامم برضو المغرقة في القدم، ولكن حسب ترتيب المصحف، حسب ترتيب المصحف للامم اللي كذبت نوح، وبيجي بعدها قوم نوح، ثم بيجي عاد اللي هم قوم مين؟ قوم هود. وبتشعر من الايات القرآنية انه بقايا من امن من قوم نوح، من قوم نوح عبر اجيال صاروا هم قوم مين؟ قوم هود. ليش؟ لانه هود عليه السلام بقول لهم جعلكم خلفاء من بعدي قوم نوح. الخطاب اللي وجهه هود لقومه شو قال لهم؟ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح. وين منطقتهم؟ الاحقاف. هون بدي الفت انتباهكم شوي. يقال انه الجزيرة العربية كانت عبارة عن بساتين ومروج غير ما هي اليوم. جزيرة العرب كانت منطقة غابات ومنطقة مروج وبساتين ومنطقة زراعية. طب اليوم غير. مرور آلاف السنين غير طبيعة المنطقة. يا شيخنا في عصور جليدية بتمر فيها الأرض كل 10 أو 20 ألف سنة. لا بقصد عصور جليدية، مش مقصود فيها الجليد بيزحف. طيب الآن ما هو تنسوش البترول، النظريات البترول، ليش البترول موجود في الصحراء هو أصلا؟ مش في حد بقايا كائنات حية عضوية، سواء كانت نباتات غابات أو إيش أو حيوانية، بس مش متصور أصلا تكون الحيوانات كثيرة إلى هذا الحد، بس متصور الغابات. فكونها مناطق بترول أصلا هذا بدل على أنه ابتداء كانت غابات. كيف هذه الغابات انطمرت تحت التراب، والنظريات اللي بتقول الضغط الهائل وتحويلها عبر السنين حتى صار بترول، على ضوء تفسير انه البترول اساسه عضوي. على كل هذا مش اختصاصنا، بلاش نتورط، بس هذا الكلام اللي كانوا يعلمونا اياه واحنا صغار. المهم الان عاد اللي هي تيجي بعد قوم نوح، اللي هي الفترة بينهم مش معروف، واكيد الايمان ساد الارض لفترة او المنطقة اللي موجودين فيها البشر، بعدين صارت الانتكاسة. والانتكاسة لا تأتي دفعة واحدة، تحتاج اجيال. طيب الان واذا بنا هود يخاطب قومه، قومه وين موجودين؟ في الاحقاف. الاحقاف وين موجودة الان؟ في عمان. وفي الان بين عمان واليمن، اكثرها عمان. لما تقول ان حضرموت هي تابعة ما يسمى اليوم عمان، في الجزء الشمالي، الشمال يعني بالتالي جنوب ما يسمى اليوم بالسعودية، جنوب ما يسمى بالسعودية. هذه منطقة كاينة، منطقة فيها مدن هائلة لثمود، عاد عفوا، كما وصفهم القرآن الكريم لم يخلق مثلها في البلاد. شيك. وفرعون ذي الأوتاد الذين ولا شو بقول هو ألم ترى كيف فعل ربك بعاد، إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. عاصمتهم اللي هي إرم من الضخامة والإبداع، يبدو بنص القرآن، يعني لو اعتبرنا أن القرآن بيقول من وقت نزول الرسالة لم يخلق مثلها في البلاد، يعني معناته كل آثار الفراعنة تتضاءل أمام ما صنعوا قوم عاد. وتلحظ من خلال قراءة القرآن
انهم هذول الجماعة كانوا اولا مزارعين، وكانوا ينحتوا مدن في الجبال، وفي نفس الوقت كانوا اصحاب انعام هائلة. يعني الثروة كانت زمان ايش تتلخص الثروة؟ بالانعام والزروع. فكانوا هم مش رعاة، مش رعاة، ناس لهم بلاد، مزارعين وعندهم انعام، وقوم يبدو اجسادهم ضخمة، اجسادهم ضخمة، اصحاب قوة، اصحاب قوة. هذول الناس الان ذكرهم هود عليه السلام شو قال لهم؟ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح. اذا هم ابناء اللي امنوا مع نوح. فاخذت المسألة يبدو وقت طويل، وليش في هذيك المنطقة بالذات؟ اذا وين كاين صاير الطوفان ثم رحلوا واستوطنوا هذه المنطقة؟ المهم بتم الكلام عن ابادتهم، يتم استئصالهم وابادتهم، وبينجو مع هود من امن معه. يعني مش هود لوحده، في مع قلة امنت. ومفهوم القلة على فكرة، قلة والكثرة نسبية. يعني لنفرض انه القوم كانوا 500,000، بجوز اللي امن معه 50,000، هدول قلة بالنسبة لايش؟ لـ500,000. فلذلك لما يكون قليل، قليل يعني من كثير. شو نسبة القليل من كثير؟ مجهول. طيب الان على فكرة من 10 سنين او قبل هيك عم بقرأ في بعض كتب اللي كتبت حول عاد، يعني مكتوب من 10 سنين، شو بقول كاتب؟ بقول الان مدينة ارم مش موجودة، وتحت الرمال، ويقال انها في الاحقاف وهي تحت الرمال. وشو بقول الكاتب؟ بقول لو بيقترح، بقول لو يتم البحث اثريا عن هذه المدينة اللي وصفها القرآن، ممكن يكون من اعظم الاكتشافات الاثرية. هذا الكلام الكاتب كتبه تقريبا في الـ40s. في بداية التسعينات، 1989 بدأت بعثات اثرية غربية وعربية مشتركة البحث في منطقة حضرموت، عفوا في الاحقاف اللي هي في حضرموت، شيك الاحقاف اللي هي في الحضرموت، بحث عن مدينة ارم اللي حسب معلوماتي حتى الان اكتشفوا اجزاء من المدينة، اكتشفوا اجزاء من المدينة. وكتبت بعض الصحف المصرية في حينه، وقالوا انه ما جاء من اوصاف للمدينة ارم اللي اكتشف اجزاء منها مطابق لما جاء في القرآن. ويبدو البحوث على فكرة لحد الان ماشية، لحد الان البحوث في منطقة الاحقاف حول مدينة ارم ماشية. طيب نترك الان قوم عاد. القرآن بيرتب، لاحظوا، قوم نوح، عاد، بعدهم بيجي ثمود. ثمود بننتقل الان من 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 جنوب الجزيرة العربية لشمال الجزيرة العربية، اللي هي مدائن صالح، اللي الآثار لا تزال موجودة، وسبب وجودها انه كثير منها منحوت في الصخر، منحوت في الصخر، والقرآن ذكر انهم بنحتوا البيوت في الصخر. يعني كانوا يتخذوا القصور في السهول، قصور في سهول، وينحتوا الجبال حتى بيوت. هذول الناس الان بين عاد وثمود، البشرية يبدو اللي خرجت مع هود، الناس اللي خرجوا مع هود مؤمنين برضو امنوا واستقروا وصارت مدن هائلة وزروع وعادت الدورة، واذا بالناس بتنتكس، واذا بالناس بتنتكس. فيأتيهم من صالح. صالح شو بقول لهم؟ لاحظوا، جعلكم خلفاء من بعد عاد، من بعد عاد. اذا يبدو واضح انه هؤلاء من نسل ايش؟
الناس اللي آمنوا ونجوا، لأنه ذكر القرآن أنهم إيش؟ خلفاء من بعد قوم عاد. فيبدو لما أبيدت منطقة الأحقاف اللي فيها إيرم هاجروا للشمال، لأنهم مش متوقعين يهاجروا للجنوب، لأن هجر الجنوب البحر المحيط، الهجرة للجنوب هناك المحيط، إذا هاجروا للشمال. وعلى ما يبدو الجزيرة العربية كانت كما قلت كانت جنان، فهاجروا للشمال اللي هو اليوم الشمال صحراء، يعني منطقة بالنسبة للناس اللي كانوا سافروا للسعودية، بعض الأخوة اللي بيعرفوها، يعني منطقة مدائن صالح هي صحراوية ولا مش صحراوية؟ مين اللي بيعرف؟ ها؟ مين راح السعودية أثناء المرور في البر شو بلاحظوا؟ مناطق صحراوية. صحيح، ما هي التركات بضلها تروح تيجي كلها صحراء. فيبدو لا، زي ما بوصف القرآن كاين زروع وسهول تزرع وجنان، لأنها قديمة جدا. هذول الناس لما بيجيهم صالح عليه السلام قديش بقعد معهم؟ نعرفش. قديش قعد هود من قبل؟ نعرفش. قديش الفترة بين الاثنين؟ نعرفش. لكن ناس موجودين في الجنوب، ناس موجودين في الشمال. ايضا يكذبوا، قديش بيستمر معهم صالح عليه السلام؟ لا ندري. يبادوا وتبقى قلة مؤمنة، يعني زي ما بقولوا التاريخ يعيد نفسه، قلة والقلة نسبية. يعني قديش كانوا قوم ثمود؟ تدريش. وبينهم بين عاد قديش؟ 1000 2000 3000 سنة؟ ندريش. بس الناس اذا بدهم يرجعوا للتوراة، كل البشرية على بعضها 5759 زي ما قلنا، وهذا كلام، هذا كلام. الان واضح انهم برضو الناس كانوا اقوياء، بس عاد اقوى، ولكن واضح انه في عندهم غينة، هذول قوم صالح اللي هم ثمود، والان في الشمال، انتقلوا من الجنوب للشمال، تم استئصالهم وابادتهم ونجت القلة المؤمنة، نجت القلة المؤمنة. تفرقت القلة المؤمنة على ما يبدو في البلاد، بطلنا نسمع التعبير التالي: جعلكم خلفاء. هو استخدم جعلكم خلفاء مع قوم عاد وثمود. عاد بعد نوح ندريش بقديش، ثمود بعد عاد. اذا الكلام هم في الثلاثة هذول: نوح، هود، صالح، بيمثلوا على ما يبدو فجر البشرية والموقف من الدعوات. ولذلك هذول الثلاث بتلاحظوا اول دعوة لهم: اعبدوا الله ما تشركوش، لانه كانوا انتكست البشرية في الصنمية. يعني الاصل على فكرة في تاريخ البشرية التوحيد، الاصل في تاريخ البشرية التوحيد، بعدين الناس تنتكس في الصنمية. كأنه على فكرة الانتكاسة في الصنمية من داخل، في اشي في داخل البشرية بيجعل انه بدون ما يكون في وعظ مستمر وتعليم وتذكير لابد ان تنتكس البشرية في الصنم، في الصنمية. والاصنام اشكال والوان، اشكال والوان، والاصنام اللي بتنتصب في كل عصر تختلف، اسماءها بتختلف واشكالها بتختلف. انما على ما يبدو بدون تذكير الناس وتربيتها وفق المنهج